السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول فيديو اليوم 11 رمضان 1444 رانا مع شوفر مهبول. كلاكسوني كلاكسوني ترى عندك كلاكسون مليح اهو. خاطي كلاكسون تاعو ولا خاطي ونا نطور رانا رايحين دوك رايحين للعياض ان شاء الله. شرفة العياض دور عياض. يعطيك الصحة خويا. كيما راكم تشوفوا فيلاج تاعنا راهي ساعتين ونص هكذاك هكذاك ساعتين ونص باهي زاهي راه باهي زاهي. هاك شبه تهدر هي واش ما عندو خي نتصور خي نتصور باش واش راه نهدر هي هدر هدر معايا كيما تعبر على روحك واش تعبر والله ما هدر وراح تسمع يو صور شي بورد ما يديس كيتي لا شوي خير صورنا خطر من الاخرى يا شباب الفيديو انا هيا توجور في اجواء رمضان في راس الواد مرانا مع ما الكتريسيان يا اخي الكتريسيان خويا هاك تشوف مع رمضان واش مع رمضان هكذا شنو الصباح تخدم 9 ونص ديما 7 ونص 9 ونص 9 ونص حتى لواش العصر العصر كيما راكم تشوفوا ها هو يخدم 9 ونص العصر جون يا خويا رمضان ما غلبوا ما والو ها شويه العطاش برك بالك ها نورمال هاك والخدمه اللي خدم رجال سيدهم اي والله وانت واش راك مع راك مع واش هو هذا الميساج هذا وجهوه للناس اللي تنوض بعد العصر اللي فوالا جوستومون هذا هو الميساج اللي نحوسوا عليه احنا نحوسوا في شهر رمضان شهر خدمه شهر توبه شهر قران شهر ماشي شهر رقاد اسمع تخدم وتهبط للبوشي تشري لونتركوت تشري الفيون باشي تسالي نوضها 9 تاع الصباح اللي تنوضها 9 تاع الصباح هما هما ماشي اللي نوضها بعد الظهر وتروح تبدا تشوي في الفيلم الله يبارك الله الله وغلبك رمضان انا ما يسخفني انا رمضان ما لبريش بوزلوف والله ما لبري زيد اهدر بوزلوف زيد اهدر الناس هم يتفرجوا فيك راهم دوك ما يسخفوا دوك راك قتلتهم بوزلوف والله ما لبري والله ما لبري يا فؤاد بوزلوف والله ما لبري والله ما لبري كليتهم شوف انت واقيلا سخفت على الشربات هاي منا هاي منا بركة تاع سلطان تاع سلطان تاع سلطان سلطاني ميور شربات في راس الواد سير من لما شفت الفيديو اللي درته له ما لا ماكش معايا في الفيسبوك في اليوتيوب ماكش معايا لو كان راك معايا راك شفتها نشوفها ان شاء الله هاي. اليوم واش رانا رمضان رقم 11 رمضان 1444 راه زدت اكيد تشوفها من بعد داكور هاي صح اسيدي واش نقول لك انا صح فطوركم وصح سحوركم والله يبارك فيك وتكش ما تعطينا كلمه صغيره الناس اللي يتفرجوا فيك الفنيانين هذوك لهم يوم لهم لهم ينوضوا على بعد صلاه الظهر الفنيان فنيان برك اعطيهم ميساج برك اعطيهم ميساج اعطيهم ميساج برك نوض اخدم على روحك واحد ما يخدم عليك اي والله شو كيفاه يعطيك الصحه خويا السلام عليكم صحتك هيا السلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نرى مع جماعه عين المان جو هنايا جو وش يدير هنا؟ خويا جينا على جير شربات كيف سمعتوا بيه؟ كيف سمعتوا بيه؟ احنا رانا عندنا ربع سنين نديو منا من عام الاول يومي عندنا في رمضان نجيو هنا الله يبارك دوكا رانا عندنا نتفرقوا على الجماعه تاعنا على بالك تجي جي يوصيوك على 40 لتر 50 لتر اي يديرهم يديرهم يا واش تدي؟ ادي لهم الله غا شربت ما شاء الله شربينا بارتو وهذه تاع الشيف سمير يعطي الصحه خويا مسوي في حمزه واش قلنا زيد حاجه نقول حاجه اسمها الواقع شنو هي نبقاو خويا لي ماشين الحال تشوف فاش ندير انا شربت ديك تاع الساشي في الطريق يقول بتيه وديك راني ما نخدمهاش ما نخدمهاش شوف الله يبارك شوف وهناك تجي تروق بلا تروى على البر تروى ها شوف تروى ها الله يبارك الله يبارك بارك كلمة صغيرة الناس اللي يتفرجوا فيك تاع على رمضان خويا احنا نقول لهم رمضانكم مبارك ولا عينكم في الشربات ننصحكم بسمير ها يعطيك الصحة خويا صح صح سمير هذا عندك شعبية يا خويا خدمتك هي اللي تهدر الانسان كيقعد يخدم كيقعد يخدم يلقى ان شاء الله الشعب كل يشرب ان شاء الله ان شاء الله عبد الحفيظ وش
هات 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 وش نهن يعني سكان المدينه يعني نقول لهم رمضانكم مبارك وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم اجمعين امين ربي ان شاء الله يتقبل صالح الاعمال ونتمنوا انه يعني يزيد الرخاء في البلاد تاعنا هذه اللي راه كل يوم يزيد حاله تطلع شويه ربي يعاون ان شاء الله كل محتاج وكل انسان يعني مازال ما لحقش في السبب العام هذا وربي يجيب الخير ويطرح الخير ان شاء الله ان شاء الله كل عام انتم بخير ان شاء الله صحيتكم مسبقا ايش كنا مع زيكوك زينو 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 زيد انفو الانفورماتيك وذاك منا كل شيء عنده مرحبا بكم بيكون جيكا السلام عليكم راك بخير لاباس راك سوبر تقضي ولا مع رمضان رمضان بغلبك رمضان شويه ولا شويه 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 هيا سل هيا صح اخويا واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك ما تبغوش شهوة تاعكم نظر للغلاء تاعنا يجوا وصحة رمضانكم نظر يحتاجوه فقط هذا ما كان يعطيك صحة خويا خير السلام عليكم رانا في اجواء رمضان في راس الواد كيما راكم تشوفوا هذا السوبر تاع السولد هذا السوبر تاع السولد هلا بك اخويا واش راك لاباس خير صباح صحيتك كيما راكم تشوفوها اجواء رمضان كل شيء موفر حتى الزيت موفر الزيت ومستفو ثاني بارتو حاجه ما تخص او طفل صغير او هاز واش راك هاز وليدي واش راك هاز قضيانو جيت تخدم مع باباك واش خديت هذا حليب والبوراكه الله يبارك حليب وبوراك هذه افير تاع رمضان هذه بوراك تاع رمضان يا اخي هاتك صحه هيا كيما راكم تشوفوا الحاله راهي مستيكيا هذه سوبرات هاي مستيكيا خويا واش راك يا وليدي لاباس بخير واش راك مع رمضان هذا صايم ولا فطر؟ صايم اهدر الفور شويه باش تخرج الصوت صايمه هاك صايمه بديت الصوم الاول ولا كيما كليت له ايامات؟ كليت له كيدا كليت له؟ ثلاث ايام هاي سافا ما اليوم اليوم 11 اليوم 11 رمضان ثلاث ايام تسمى راك في في لا موين هاك هايل واش تقول الناس يتفرجوا فيك واش تقول لهم؟ صحة رمضانكم ورمضان سعيد يعطيك الصحة خويا يعطيك الصحة والقرآن راك تقرا شوية ولا؟ هاي صبا ها؟ القرآن غلطة واش ما تاع اليوم؟ أوا اليوم ما كانش اليوم على بالي ما خلطوهاش هاي كيما راكم تشوفوا هذه سوبرات وهذه الآخر ربي يبارك بارك فيك بارك فيكم كلمة صغيرة نكملوها بكلمة صغيرة مع حبيبنا كلمة صغيرة الله يبارككم إن شاء الله تعيدوا الصحة صح أخويا الصحة ولهنا إن شاء الله إن شاء الله وديما زاهيين إن شاء الله آمين رب العالمين أنا نشوف كي عندك كل شيء لهنا الزيت هذاك من الله يبارك الحمد لله خير لا بروموسيون ما عندوش على البروموسيون البصلة 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 كدا راه يدير البصلة 26000 37000 هاي البصلة البصلة التفاح والحليب لاشين عليه صباح يدوب بالعشرة درج خلاص والحليب مدير على لاشين تسمى الشعب هو اللي دار أزمة الشعب هو اللي دار أزمة في الحليب لا 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 ما رسول الله لا لا ما رسول الله هيا صح خويا هيا صح توجور في أجواء رمضان مع قناة بيبان تي في الحاجة تخير في أهلا تخير جربنا تشوفنا مليانة مشي مليانة هاي مليحة يا سيدي هاي هاي مليحة هاي كيما راكم تشوفوا الحالة يا خويا راه يعبي في الزيتون هنا سعيدة مرحبا بكم هذا راه طاجي زيتون هذا زيتون هذا زيتون كيما راكم مرحبا بكم اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل ثاني والله غاستعرف بك والله ياكل والله راه كاينة منها وهذا واش راه يخير
هذا سخف على البنان سخفت على البنان لا واش قلنا سامي تفرجوا فيك واش تقول لهم واش قلنا لهم نقول لهم صحه لفطوركم عطيك صحة أخويا وربي يهني بلادنا ويهنينا ويهني تبون الله يبارك اللي راه يزيد زيادة الله يبارك فيك أهلا واش راك يا بنتي أكثر ضحكي أدري برك هاتي معايا برك واش تقولي الناس يتفرجوا فيك واش تقولي لهم قولي صحة شوف قولي لهم صحة فطوركم صحة هاي روح صحة فطوركم الحاجه وغير يحسب في الصور برك مش اللي تيبينا مره هذا هو الكل في الكل هذا هو الكل في الكل يا خويا راه دير لك كاس واحد القرنيه سكوت برك والله مي جبدها غير لا تولي العمر كيما راكم تشوفوا الحلايم محطوطه راهي هامله واش تقولي الناس يتفرجوا فيك واش تقولي لهم صحه فطوركم ها زيد وصحه رمضانكم يعطيكم الصحة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رانا كنا في الفروي ليجوم اللي في السولد كما راكم تشوفوا في أجواء رمضان رانا في أجواء رمضان توجور توجور في أجواء رمضان في راس الواد كما راكم تشوفوا توابل وثقلة وتمر والحلويات يا خويا كل شيء كان هنا كما راكم تشوفوا ها حبيبنا واش راك والله غالب لاباس بخير واش راك مع رمضان هذا الله غافيني كيف راك تعقب نهار تاعك على رمضان قداش تجي الصباح الصباح راك قداش تجي نفتح على 8 الله يبارك ونبلعوا على 7 غير 7 غير 20 هاي والله 6 ونص المهم نص ساعه قبل المهم نص ساعه قبل الفطور قبل الفطور ومن بعد العشيه ما تحلش مول الفطور ما لا الفطور ما تحلوش دوك هي ما تاخر تاع رمضان وبان بدينا خاطرش عندك حوايج تاع الكاطو عندي باذن الله حوايج كاطو نديرو كلش باذن الله هاي والله تسمى سمانه الاخرى تاع رمضان تولي تحل في الليل نحلو في الليل حتى ال 12 وحده وساعتين هكا ساعتك الله يبارك ما نبلعش خلاص الله يبارك ان شاء الله وانا يعني نشوف يعني حانوت جديد هذا موش حانوت جديد يعني غير كيما حليب معروف نتاك معروف نتاك معروف على بالي نتاك معروفه مام يعني كاليتي تاع السلعه ما شاء الله ما تنساش اصلا حبس ما تنساش بلي هذا الفيديو مش فيديو تاع بيبليسيتي الفيديو هذا تاع اجواء رمضان في راس الواد ايوه يعني على بالي راك نشوف السلعه تاعك جديده والسلعه تاعك مليحه الله يبارك ما عندي ما نقول حتى الحوايج تاع ديك تاع الدار سيار وفخار عندك الله يبارك حوايج مليح واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك في شهر رمضان؟ نقول لهم صحة فطوركم وان شاء الله عيد مبارك وربي يغفر لنا الكل امين وربي يهدينا الكل اجمعين امين ويشفي مرضانا وهذا ما نقول والحمد لله والحمد لله يعطيك الصحة خويا شكرا جزيلا كنت مع البيبان تيفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم رانا في لافارماسي بن خضراء لافارماسي بن خضراء ومعنا شكون؟ لحسن حداد لحسن حداد لحسن حداد فنان تاعنا فنان ديسيناتور جيتاريست ويخدم في لافارماسي اون ميم طون اون ميم طون كيما راكم تشوفوا اللحية الشعر يا خويا عندي واحد لي روماد واحد لي روماد يمدهم شو ما تعطينا روماد تاع الهضرة باش ما نهضرش بزاف واعرة واعرة كبيرة واعرة دي واش راك الحسن بخير لاباس راك في لافارماسي قداش تبدا تخدم يعني انا ديما العشية ديما العشية حتى الواش حتى الستة ونص سبعة غربة سبعة غربة خلاص العشية في الليل تولي في الليل في الليل تحلو في الليل على قداش تسكروا في الليل؟ في العشرة على 11 يعني ال 11 ما تزيدوش ال 11 ال 11 ال 11 ال 11 وانا توجو مع الحسن وراه مع كوليك تاعو واش راك يا حبيبنا؟ والله لاباس الحمد لله خير صافا واش راك دير هذا واش راك تبريباري واش راك واش هو لاباري هذه؟ تاع لاطونسيون هذه تاع لاطونسيون انا ما عنديش لاطونسيون خويا بعد عليا ما هي هيا خويا هيا مهم رانا في شهر رمضان شهر كريم وهذاك منا واش تعطينا نصايح للناس لما ينوضوا ل 12 وال 1 والساعتين واش نقول لك حلل نهارك لازم تطول بكري في نفس الوقت عندك حق من القيلولة في نفس الوقت
وش هي ما تكثرش الماكله بزاف، خلي كلش خفيف خفيف شغل في الصيام كر الصيام اللي خطاكش فيه ما فعالين وش هي انه الضغط تاع الدم يهبط السكر يتريقل هذه هي بسبب الصيام في نفس الوقت تسمى الحاجه اللي ننصح بها الناس انهم ما يتقلقوش في رمضان وكلش فايت كلش فايت يعطيك الصحه خويا. كنا مع الحسن حداد فنان تاعنا خويا كيش ما نعرف دير لي فوتو تاعي يعني مسجله اي مسجله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هاك خليتني يا خويا جبد من فيسبوك عندي تصور بزاف في الفيسبوك عندك عندك يا خويا جبد لي تصويره ودير لي تصويره وبعثها لي. المهم رانا مع الحسن حداد فنان كبير وهذاك وفي لافارماسي بن خضره كما قال لكم راه يحل من 8 تاع الصباح من 8 تاع الصباح حتى للمغرب للمغرب ومن بعد يفطروا يعاودوا يحلوا ل 11 تاع الليل. وش نقول لكم يعطيكم الصحة وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور في أجواء رمضان رانا في محلات الشرقي كما راكم تشوف مسدسات المايونيز يا خويا ستار يا خويا لا مايونيز ستار بس ديسيور يا خويا. بون نعاودو نشوفو ترى اللي فريجيدير الله يبارك يا خويا. بس آه نعم يا خالي نعم. الجازوز توجور مع مسيو الجازوز لي فريجيدير كيما راكم تشوفوا مليانين توجور بالجازوز شربات كاين هاي شربات على بالي بها هاي شربات اخويا آه. لي ليمون لا ليموناد لي كاينه وما ننساوش الثاني ها اللي محطوط برا برا البوراك وهذا واسمو هذا ماكارو ماكارو اه ماكارو كولور هذا ثاني او بالالوان وعندنا قلب اللوز وعندنا بقلاوه اه بقلاوه اه كيما راكم تشوفوا هذا محلة شرقيه جاي في السولت عند هشام اه ايس اللي تحوسوا عليها تلقاوها اه وحل الطرق سي نورمال هي اي الله يبارك حل ترى شوفوا ترى ولا غسخطنا يا با 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 يا خويا واش 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 كلنا واش رمضان هذا واش سخفنا ها ها واش قول هشام ها رمضان هذا كلنا والله غطربقنا والله غطرب على كل شيء اللي تشوفها تقول هذه هي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. توجور في اجواء رمضان في راس الواد صالح واش راك؟ صالح علاه دركت لهي؟ باش ما نشوفكش ظلمه والله كيفاه؟ ظلمه ها واش راك صافا لاباس بخير؟ كلمة صغيرة أنا سميت فرجي فيك. كلمة صغيرة صراحة. بون ابيتي صحة فطوركم. ها؟ أنا مكان بركة. هاك تكاشي ولا وش راك دير؟ ها؟ هاك تبيع زلابية ولا كتبيع؟ مازال غدوة غدوة تبيع لنا زلابية. هذا هو الانجينيور تاعنا تاع البلاد أخويا تاع المدينة. الانجينيور الإلكترونيك أخويا وحده وحده الله يبارك خمسة في عين الشيطان ماشي نعين فيك والله تقول والله. ديجا في رمضان أخي في رمضان ما كانش العين يا أخي ما كان والو ما كانش ها؟ صراحه كنت هيا السلام عليكم. توجور في اجواء رمضان راهي دوك راهي ستة واش ستة واش كيما راكم تشوفوا زلابية مازال طيب مازال طيب زلابية وانا مع بيتواتي ها ويا واش راكم؟ لاباس بخير شباب؟ رمضان اه رمضان هذه زلابية خويا واش عندك؟ اه الله يبارك روح روح اه المعلم بالذات راهي طيب يا أو بيرسونيا كمان ما نخدموش ها انا قلت برك انا قلت برك ما تخدمش ولا حاجه ها هذا عبد الحميد هذا عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد هذه وش هي هذا؟ هذه جديدة هذه ها؟ هذه آخر صيحة. آخر صيحة. أنا خدم لي واحدة كيما هذه ولا زوج؟ أيوا. نخدموك 10
نخدم عليكم. واش راك صافا لاباس بخير؟ واش راكم صافا؟ واش مع رمضان؟ غلبك ما غلبكش؟ او بلا عقل انا قول صافا لاباس الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاوليك ليا خويا ها صحاب الزلابيه. الزلابيه فور اللي سخفوا على الزلابيه هادو سخافه تاع الزلابيه. تما تاكلوا غير الزلابيه برك الشوربه ما تاكلوهاش ولا كيفاش؟ الزلابيه تاع رمضان ما عندكش تويتي وحدها. الزلابيه تاع رمضان ما عندكش تويتي وحدها. اي والله الساعه 10 والله غير ولدي ممكن. الناس ما يتفرجوا فيك كلمة صغيرة. واش كاين واش ما كاينش؟ أهلا وسهلا بهم شهر رمضان. أهلا بهم أهلا بهم يتفضلوا. اللي ما عندوش يدي اللي ما عندوش يدي راك بول عند الزلمية تاع شيخ تواتي الله يرحمه على ولادو. هاي والله عندي كليون تاعو يفرحوا بينا. هاي صح هاي انا لي كليون يفرحوا لي كليون يفرحوا. ها يا كيف ما عيطت عندها فتره وعيطت اذا ما عندهاش بزاف تقسم عليها. هذه زلابية بوفريك. ها يسرو.